أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين كون الميت يسمع سلام من يزوره وبين قول الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم؟ هذه عامة وتلك خاصة، لا تعارض بين عام وخاص، بس المهم ثبوت أن الميت يسمع سلام من سلم عليه، هذا هو المهم. إذا ثبت فلا تعارض بين عام وخاص. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.